برا الفلسطيني. L'initiative du jour. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في الانيشاتيف دو جور وفي متابعة للي قاعد يصير في فلسطين وفي إطار المد التضامني الكبير اللي تقدمه تونس لفلسطين في هالمحنة هذه، ومن نجمه كان نعاونه جستمه ونحكيه على كل المبادرات اللي تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني، نحكيه على الطلبة الفلسطينيين اللي موجودين في تونس واللي كيف كيف يلقوا ريحهم في ظروف صعيبة على خطر يقرأوا في تونس ويعيشوا في تونس لكن عائلتهم في وسط هالحرب هذه من مش يبعثوا لهم فلوس، كيفاش ممكن مساعدتهم. جوستمون معنا سي نادر الزيارة، المستشار في السفارة الفلسطينية في تونس ومدير القسم التعليمي. سي نادر مرحبا، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك اختنا. شكرا لك سي نادر، كل التضامن معكم ومع الشعب الفلسطيني. شنو هي وضعية الطلبة التوانسة بلوتو الطلبة الفلسطينيين اللي يقراوا وعايشين في تونس؟ يعني اول شيء شاكر كثير لجهودكم ومبادراتكم الدائمة والمستمرة تجاه القضية الفلسطينية واتجاه الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، وطلبتنا الفلسطينيين طبعا جزء من هذا الشعب المنكوب في هذه الظروف الحرجة في التي تمر فيها القضية الفلسطينية. طلبتنا على الساحة التونسية تقريبا حوالي 600 طالب. طبعا قديش سندر عددهم عدد الطلبة؟ نعم، طلبتنا الفلسطينيين بشكل عام 600 طالب تقريبا، ما بين من كل يعني هم من فلسطين سواء الضفة أو غزة أو القدس أو الشتات، يعني هذه مجموعة الطلبة ككل وموزعين على مختلف الولايات. طبعا الأحداث اللي صارت في فلسطين وهذا الاعتداء الغاشم أثر على شريحة من هذه الطلاب، خاصة طلابنا من قطاع غزة. احنا السفارة الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطر الفلسطينية منذ اليوم الأول في السابع من أكتوبر تواصلنا جميعا من أجل الوقوف إلى جانب أبنائنا الطلبة وإلى جانب رعايتهم وحمايتهم في هذه الظروف الخاصة. نعلم جيدا مدى هشاشة هذا الوضع لطلابنا ولأبنائنا بالخارج. كان هناك تشكيل للجنة طوارئ، وهناك أيضا لجان تحسيسية ولجان يعني استثنائية في هذه الظروف، وتم تشكيل اللي هو صندوق للطالب الفلسطيني لأي يعني تونسي أو أي إخوة بيحب أنه يقدم أي تبرع موجود بهذا الإطار. طبعا في هناك حملات تونسية من قبل الجمعيات التونسية والمجتمع المدني، خاصة الهلال الأحمر التونسي. طبعا مشكورين، هذه الأطر تقوم بجهد جبار في هذا الإطار، سواء لأهلنا في قطاع غزة أو سواء للطلبة الفلسطينيين على الساحة التونسية. سينيدر ذكرت كل شيء، اليوم كيفاش ممكن مساعدة الطلبة الفلسطينيين في تونس وطريقة التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة هذه؟ يعني احنا تعرف السفارة الفلسطينية تقوم بجهد جبار منذ اللحظة الأولى من أجل متابعة الطلاب سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى النفسي والمعنوي لهؤلاء الطلاب. كان عندنا عديد الاجتماعات بطلبتنا في إطار المساعدة التحسيسية ورفع المعنويات وإلى آخره. أي طبعا متابعتنا للجانب الاقتصادي لهم بحسب الإمكانيات، عم نحاول أنه أي مساعدات أو أي دونيشن دعم يقدم لهم في هذا الإطار سنقوم بتوجيهه لكافة الطلبة يعني في لدعمهم ودعم صمودهم ودعم يعني منحهم الفرصة لإكمال تعليمهم بشكل أفضل ولبناء مستقبلهم.
مشكور سي نادر الزيارة، شكرا لك، وبطبيعة قلوبنا معكم ومع الفلسطينيين في غزة. شكرا لك سي نادر الزيارة، مستشار السفارة الفلسطينية في تونس ومدير القسم التعليمي. حكينا على وضعية الطلبة الفلسطينيين في تونس وكيفاش بطبيعة ممكن مساعدتهم، على خاطر اليوم ما عادش ممكن انه عائلتهم يبعثوا لهم وسط الحرب هذية الفلوس باش يعيشوا وباش يقراوا، واليوم بطبيعة احنا يد واحدة مع الشعب الفلسطيني. كانت هذه لينيسياتيف دو جور. لينيسياتيف دو جور.